لم تكن يوما مجرد حروف تنطق وتكتب فقط، بل هي أشكال فنية تمزج بين الروح الجمالية والتاريخ العتيق. حروف معرض اشتهر به الفنان الليبي علي القرقوري، الذي أبدع في توظيف الحرف العربي ضمن لوحات تشكيلية يطمح من خلالها في أن يكون للحرف العربي مكانته وسط كل هذا التطور الرقمي. الفترة السابقة كان شبه مندثر صراحة، لكن الآن من السنوات الأخيرة، خلينا نقول العشر الأخيرة، الآن بدأ ينتشر انتشار كبير جدا ويكاد يغطي على التكنولوجيا الحديثة والديجيتال آرت والكمبيوتر، فبدأ يرد للمشروع القديم اللي هو المحبرة والقلم والأوراق، وبدأ روادة ومتدربين بشكل كبير صراحة من جميع الفئات ومتدربين له وهواة ومقتنين الأعمال بتاعها. لم يكن لهذه اللوحات وما تختزله دلالات ألوانها من فرح أو حزن أو معاناة وتعب، فمضامينها تكمن في مراحل تطور المدرسة الحروفية التي عاصرت أزمانا وظروف مختلفة، وهو ما لقى إعجاب العديد من الزوار هنا. الحرف العربي حرف جميل، لو نشوفه حتى في كتب التاريخ، لو نشوفه في المخطوطات القديمة نلقى لكل كاتب رسم معين وله إبداع من نوع معين. التوارث هذا نتمنى أنه يتناقل جيلا عن جيل. لوحات فنية تجمع بين الغرابة والألفة، فهي تحد لنظام الرسم النمطي للحروف بقولبتها في منحى هندسي محدد، حيث يجري نسفها في مقابل إطلالة على تجليات مغايرة تمنح المخيلة فرصة لرؤية بدائل أخرى للحروفية ودفعها إلى ارتياد فضاءات جديدة من التجريب. تسعى مبادرة حروفي إلى إلقاء الضوء على أهمية الحرف العربي كجزء من الهوية الثقافية الليبية، حيث يقدم المعرض تجربة فريدة للرواد والزوار، إذ استطاع الفنانون من خلاله نقل إحساس مغاير يعبر عن الفخر بهذا الإرث التاريخي. كل لوحة هنا تحمل قصة، وكل حرف فيها ينطق بجماله الخاص. أحمد بن عاشور، اليوم، بنغازي.